السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ تلميذات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الأول من الوحدة الخامسة الإحصاء الدرس أولاد بعنوان تجميع البيانات من منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الدرس الأول تجميع البيانات. في نهاية هذا الدرس أولاد سنتعلم تجميع البيانات بالعد والتسجيل، وتجميع البيانات باستطلاع الرأي والاستبيان، وتجميع البيانات باستخدام القياس. أولاً العد والتسجيل. مثال في إحدى المكتبات تم تسجيل بيانات عن عدد من الكتب الدراسية المبيعة خلال أحد الأسابيع فكانت النتائج كما يلي عند كتابة العلامات التكرارية نلاحظ حاجة العلامة دي يا أولاد معناها يا أولاد واحد يبقى العلامة زي كده تعني واحد طب اتنين جنب بعض يا أولاد تعني اتنين طب ثلاثة تعني ثلاثة أربعة تعني اولاد أربعة العلامة دي اولاد تعني خمسة ودي نسموها يا اولاد حزمة خماسية حزمة يا اولاد خماسية فهنا يا اولاد جيب لك جدول جيلك المادة العلامات التكرارية التكرار هنا أول حاجة اولاد الرياضيات اتكررت معانا كم مرة أولاد أد هنا خمسة اتنين تلاتة أربعة أربعة خمسات يعني أربعة في خمسة بعشرين. طب اللغة الإنجليزية اتكررت معاها كم مرة يا ولاد؟ أدي حزمة اتنين تلاتة يعني خمستاشر وواحد ستاشر. نكتب هنا أولاد ايه؟ ستاشر. العلوم اتكررت معانا أولاد ولاد أدي حزمة وادي اتنين يبقى سبعة. طب الدراسات الاجتماعية اتكررت معانا أولاد حزمة اتنين يعني عشرة وادي تلاتة يبقى عشر. طب هنا يا أولاد بيقول لك أكمل الجدول التكراري السابق ثم أجب عما يلي هنا إحنا أولاد كملنا الجدول أول سؤال معانا ما نوع الكتب الأكثر مبيعا وما عدد الكتب التي بيعت منها من الجدول يا أولاد أكثر كتب اتباعت كتب يا أولاد الرياضيات اتكررت عملنا كم حزمة أولاد أربع حزم أربع حزم تكرارية يبقى هنا يا أولاد عملنا يا أولاد اتكررت معانا كام مرة؟ اتكررت معانا عشرين مرة، يبقى هنا يا أولاد ما عدد الكتب التي باعت؟ عشرين كتاب، يبقى نقول يا أولاد كتب الرياضات هي الأكثر مبيعا عدد الكتب اللي فيها عشرين كتاب، طب السؤال الثاني يا أولاد ما نوع الكتب الأقل مبيعا اللي هي مين يا أولاد؟ العلوم، اتباعت منها كام يا أولاد؟ سبعة، يبقى العلوم والكتب اللي اتباعت منيها سبعة. طيب السؤال الثالث يا أولاد ما الفرق بين مبيعات كتب الدراسات الاجتماعية وكتب العلوم؟ طيب نطرح يا أولاد العل... الدراسات كام؟ 13 والعلوم سبعة، سبعة ناقص 13 ست كتب. طيب هنا أولاد السؤال الرابع ما الفرق بين الكتب الأكثر مبيعا والأقل مبيعا؟ الأكثر مبيعا يا أولاد الرياضيات والأقل مبيعا العلوم يبقى 20 ناقص 7 13 كتابا ثانيا استطلاع الرأي أو الاستبيان هنا أولاد بيقول لك مثال اثنين سأل خالد تلاميذ فصله عن البرامج التلفزيونية التي يفضلونها فكانت النتائج كالآتي عملنا جدول أولاد البرامج كرتون أفلام مسلسلات أخبار العلامات التكرارية هنا يا ولاد الكرتون اتكررت معانا كام مرة؟ هنا أولاد ولاد خمسة وادي خمسة عشرة وادي خمسة خمستاشر وادي خمسة عشرين وادي تلاتة تلاتة وعشرين. يبقى هنا ولاد التكرار أو عدد التلاميذ تلاتة وعشرين طيب هنا بعد كده الأفلام العلامات التكرارية للأفلام يا أولاد أدي خمسة وخمسة عشرة واتنين واتناشر. يبقى هنا عدد التكرار يا أولاد أو عدد التلاميذ اتناشر اللي بيفضلوا الأفلام طب اللي يفضل المسلسلات أدي خمسة وده خمسة يبقى عشرة يبقى التكرار عشرة أو عدد التلاميذ عشرة اللي بيفضل الأخبار يا أولاد هذا خمسة وأربعة تسعة اللي بيفضل الأخبار يا أولاد تسع تلاميذ هنا أولاد بيقول لك ما أكثر البرامج التلفزيونية تفضيلا لدى التلاميذ هنا من الجدول يا أولاد الكرتون يبقى هنا نكتب يا أولاد الكرتون طب ما أقل البرامج التلفزيونية تفضيلا لدى التلاميذ الاقل يا اولاد الاخبار تسعة بس اللي هم بيها بيتفرجوا على الاخبار او يفضلوا مشاهده الاخبار طب هنا اولاد ما البرامج اللي تنصح زملائك بمشاهدتها اي حاجه ممكن تكتبها هنا في المثال بتاعنا كتب يا اولاد كتب الاخبار ثالثا القياس هنا يا اولاد بيقول لك هناك بعض الاجهزه تستخدمها في القياس زي يا ولاد الترمومتر الطبي يستخدم لقياس درجة حرارة الجسم جهاز قياس ضغط الدم ميزان لوزن الأفراد وغيرهم يا ولاد وكثير من أدوات القياس طب هنا ولاد في مثال معانا بيقول لك قامت طبيبة المدرسة بوزن تلاميذ بعض تلاميذ المدرسة فكانت النتائج كالآتي هنا أولاد ولاد جيب لك جدول الوزن خمسة وأربعين كيلو خمسة وخمسين كيلو خمسة وستين كيلو خمسة وسبعين كيلو هنا أولاد العلامة التكرارية الخمسة وأربعين كيلو تكررت كم مرة يا أدي حزمة اتنين تلاتة أربعة خمسة خمسة بخمسة بخمسة وعشرين يبقى تكررت معانا خمسة وعشرين مرة أو خمسة وعشرين تلميذ كان وزنهم خمسة وأربعين كيلو. طيب ال 55 كيلو كام يا اولاد نعد مع بعض الحزم ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر احداشر في خمسة بخمسة وخمسين واثنين يبقى سبعة وخمسين تلميذ كان وزنهم خمسة وخمسين كيلو طيب ال 65 كيلو يا اولاد كام تلميذ نعد مع بعض يا ولاد العلامات التكرارية ادي خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمانية في خمسة بأربعين وأدي واحد واحد وأربعين تلميذ أو إيه اتكررت معانا واحد وأربعين مرة. طب بالنسبة للخمسة وسبعين كيلو يا ولاد اتكررت معانا ده واحد اتنين عشرة وده اتنين اتناشر، يبقى اتناشر تلميذ كان وزنهم خمسة وسبعين كيلو. طب الأسئلة اللي على المثال بتاعنا يا ولاد؟ بيقول لك ما الوزن الاكثر شيوعا بين التلاميذ من الجدول يا اولاد الوزن خمسة وخمسين كيلو طب هنا ما عدد التلاميذ يا اولاد وخمسين تلميذ طب هنا السؤال الثاني يا اولاد يقول لك ما الوزن الاقل شيوعا بين التلاميذ وما عدد التلاميذ الاقل شيوعا يا اولاد من الجدول بتاعنا الوزن خمسة وسبعين طب كم تلميذ كان وزنهم خمسة وسبعين؟ وناشر تلميذ كان وزنهم خمسة خمسة وسبعين كيلو. طب في سؤال تاني يقول لك ما الفرق بينهم؟ بين مين ومين يا ولاد؟ بين أكثر شيوعا والأقل شيوعا. فنقول خ... ناقص وناشر يدينا خمسة وأربعين كيلو. هنحل مع بعض يا سؤال اختبر نفسك عند استطلاع رأي التلاميذ في الألعاب الرياضية التي يفضلونها كانت النتائج كما يلي هنا أولاد كرة قدم كرة سلة تنس سباحة العلامات التكرارية اللي معانا يا أولاد أدي خمسة اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى هنا أولاد خمسة خمسة بخمسة خمسة وعشرين يبقى هنا نكتب يا أولاد خمسة وعشرين تلميذ اتكررت معنا خمسة وعشرين مرة يعني خمسة وعشرين تلميذ طب كرة السلة ثلاث مرات في الخمسة يبقى خمستاشر تلميذ، التنس خمسة وخمسة عشرة واتنين اتناشر تلميذ، السباحة ادي خمسة اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى عندنا اولاد خمسة بخمسة بخمسة وعشرين تلميذ يفضلوا السباحة. طب الأسئلة على الجدول معانا يا أولاد أكمل الجدول كملنا الجدول ثم أجب عما واحد ما اللعبة الأكثر إقبالا لدى التلاميذ؟ هنا أولاد ملاحظين كرة القدم خمسة وعشرين والسباحة خمسة وعشرين يبقى نكتب يا أولاد كرة القدم والسباحة السؤال الثاني يا أولاد ما اللعبة الأقل إقبالا لدى التلاميذ؟ ملاحظين يا أولاد من الجدول التنس اتناش تلميذ نكتب التنس السؤال رقم جيم ما الالعاب التي يفضلها التلاميذ بنفس الدرجه يبقى نكتب يا اولاد كره القدم والسباحه رقم د يا اولاد هنا بيقول ما اللعبه تنصح زملائك بممارستها يبقى نكتب يا اولاد رياضه التنس وكذا اولاد وصلنا معاكم لنهايه درسنا النهارده ارجو ان استفدتوا معانا والى اللقاء في درس جديد من دروس ماده الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته